لتسليط الضوء على علاقة إيران بميليشيا الحوثي في اليمن، ينضم إلينا محمد الأحمدي الصحفي اليمني عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ محمد مرحبا بكم. ميليشيا الحوثي تدفن 35 جثة في ذمار، هل هي محاولة لإخفاء جريمة ما في ظل اتفاق تبادل الأسرى، لا سيما وأن الحكومة الشرعية ترجح أن تكون الجثث المدفونة تعود لمختطفين مدنيين؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ تحية لكم والمشاهدين. الحقيقة أنه لم تتوقف ميليشيا الحوثيين يوما عن فتح مقابر جديدة وعن دفن عشرات بل مئات الجثث لمن تدعي أنهم مجهولو الهوية وأنه لم يتسنى لها أو لم يأتي أحد لاستلام هذه الجثث. وفي الواقع هناك العشرات على الأقل من المختطفين في سجون هذه الميليشيا تعرضوا للتعذيب والتنكيل والترهيب، وبعضهم قضى تحت التعذيب أو توفي جراء التعذيب في معتقلات ميليشيا الحوثيين، ويتم التخلص منهم بهذه الطريقة. على مدى سنوات اختطفت الميليشيا الحوثية الشعب اليمني ونكلت به، وهناك المئات في حكم المخفيين كثرا، وتحاول دفن جثث هؤلاء من أجل طمس معالم الجريمة، لكنها في المحصلة النهائية سيكشف عن هذا الملف وستتحمل هذه الميليشيا الفاشية المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجرائم. في الآونة الأخيرة أعلنت أنها دفنت أكثر من 700 جثة لمجهولي الهوية، وهي المرحلة الرابعة كما تقول، وهذا رقم مخيف فعلا أن يتم دفن هذه الأعداد الهائلة من الضحايا لمن تدعي أنهم مجهولو الهوية، وهو ينم في الحقيقة أولا عن تفشي واسع لجرائم القتل والوفاة تحت التعذيب وفي ظروف غامضة، وفي نفس الوقت أيضا يؤكد غياب دور المؤسسات الحكومية المعنية بمسألة ضبط الجناح في الحوادث ويعني تقديمهم للمحاسبة وكشف ملابسات وظروف والحالات الوفاة، وهو ما يعني بالضرورة أن الميليشيا الحوثية تتحمل مسؤولية عن هؤلاء الذين يتم دفنهم بهذه الأعداد الهائلة. هل تعتقد أن حلا سلميا وربما يمكن أن يظهر إلى السطح في ظل هذه الانتهاكات المستمرة والمدفوعة من أطراف خارجية؟ الحقيقة أنه كان لدى اليمنيين تجارب عديدة في محاولة الدخول بمفاوضات مع ميليشيا الحوثيين، لكن هذه الميليشيا أهدرت كل فرص السلام في اليمن، وهي يعني ترفع شعار أو تدعي أنها مع السلام ومع وقف الحرب، بينما هي في الواقع تعمل على تثبيت وتوطين مشروعها الطائفي العنصري في البلاد، ولا تملك قرارها، وهي مجرد أداة للنظام الإيراني الفاشي، وتعمل بموجب ما يفرضه عليها النظام الإيراني. ولا أتصور أنه هناك مؤشرات تلوح في الأفق عن رغبة لميليشيا الحوثيين في الدخول في حل نهائي. طيب بما تفسر تعيين إيران حسن إيرل سفيرا لها يعني لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء؟ الحقيقة أن هناك العديد من الدلالات بشأن إرسال أحد يعني المسؤولين في النظام الإيراني ممثلا للحوثيين بصنعاء. أولا، للأسف فشل إدارة المعركة في اليمن في إسقاط مشروع الحوثي ودخول حسابات معينة أخفقت بسببها المعركة واليمنيون في إسقاط مشروع الحوثي، وأهدرت الكثير من الإمكانيات والفرص التي كان يمكن أن تستعاد فيها الدولة اليمنية وأن تعاد الشرعية إلى العاصمة صنعاء. هذا السبب مهم جدا في معرفة ما وصل إليه الحال اليوم. الأمر الآخر أيضا استمرار النظام الإيراني في يعني الممارسات والسياسات العبثية والتدميرية في المنطقة العربية، وهذا يستدعي بالضرورة التنبه لهذا الخطر وعلى الشعوب العربية. هذا الإجراء أستاذ محمد، يعني هذا الإجراء
لابد له أو ربما هو مؤثر على الوضع في اليمن، يعني جاء توقيته بالتوازي مع عملية تبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة، وأقصد يعني تعيين السفير في صنعاء. يعني ولم أود أن أشير إلى أن الحكومة اليمنية بعثت لرسالة إلى مجلس الأمن تنجد بهذه الخطوة من طرف النظام الإيراني، وأيضا في نفس الوقت هناك أطراف إقليمية استغلت مسألة تبادل الأسرى وإطلاق سراح 3 رهائن أمريكيين كانوا لدى الميليشيا الحوثيين والضغط من أجل السماح بوصول يعني المبعوث الإيراني لدى الميليشيا إلى العاصمة صنعاء. للأسف هناك أيضا معلومات عن أنه حصل على إذن من التحالف بالوصول إلى العاصمة صنعاء بضغوط أمريكية بطبيعة الحال. المجتمع الدولي يمارس النفاق في الحقيقة إزاء هذه الميليشيا الفاشية التي نكلت باليمنيين ومارست أبشع صور الانتهاكات لحقوق الإنسان. هذه الخطوة كما قلت من النظام الإيراني هي خطوة تنتهك الأعراف والدولية واتفاقية فيينا. طيب في هذه الحالة يعني بالنظر إلى المكاسب التي حققتها إيران، باعتقادكم إلى أي مدى تتوقع أن تتخلى إيران عن مكاسبها التي حققتها في اليمن؟ طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار هناك ضغوط وهناك عقوبات أمريكية عليها. أنا لا أتصور أن بإمكان النظام الإيراني وذراعه في اليمن ممثلا بميليشيا الحوثيين لا يمكنهم أن يفرطوا بهذه المكاسب السياسية والعسكرية التي حصدوها بالعنف وقوة السلاح، وأنهم ماضون في مشروعهم الطائفي وفي تمزيق المجتمع اليمني، وهو ما يستدعي ضرورة التنبه لخطر هذا المشروع والمضي قدما في مسار النضال الوطني والإنساني النبيل لإسقاط هذا المشروع العنصري السلالي الطائفي في اليمن. وعلى المحيط الإقليمي أيضا أن يدرك هذا الخطر وأن يعيد طبق بوصلته باتجاه هذا الخطر. شكرا أستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.